يقول بأنه نوى الحج، ولكن بعض زملاء العمل قالوا لا يصح حجك لأنك حجيت بنية العمل، مع العلم بأنني أنوي الحج من زمان، أرجو بهذا إفادة. لا بأس للعامل الذي يصطحبه صاحب العمل إلى مكة أن ينوي بذلك الحج أو العمرة، وذلك لأن الله تعالى قال في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومن المعلوم أنه لا يلزم من اتباع صاحبه أن يعتمر أو يحج، فهو بإرادته، فإذا أراد الحج مع القيام بالعمل الواجب لصاحبه فإن له أجرا في ذلك بلا شك. طيب. والحج يجزئ عنه ويسقط به الواجب، وكذلك العمرة. وأما قول أصحابه إنه ليس لك حج، فهذا قول صادر عن جهل. وبهذه المناسبة أقول إنه ينبغي للإنسان أن لا يعتمد على قول العامة، وأن يسأل أهل العلم عن العلم، لأن هذا هو الذي أمر الله به، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما أني أنصح من ليس عنده علم أن يتكلم بما لا يعلم، وأقول إن القول بما لا يعلم محرم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. بارك الله فيكم.